رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خصال أهل الجاهلية وأهل الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى أنهم حينما تغلبهم الحيلة في مقارعة الحجة بالحجة وبيان الحق من الباطل والرد على أهل الحق بالحق إن كان عندهم حق، أنهم يلجؤون إلى العنف وإلى استخدام الضرب وإلى استخدام السلطة وكذا. والذي حملني على هذا الكلام أن بعض إخواننا الفضلاء من دعاة التوحيد يوم الخميس الفائت اعتدى عليهم مجموعة من أتباع الطريقة التجانية، حرشهم الفكي بتاعهم، ساحر بتاع حجبات، سان دجال ومفتري وكذاب، فقاموا حرشوا الشفع والصبيان لأنه كان بيقروا الناس التوحيد، ففلقوهم بالحجارة وكذا وآذوهم أذية شديدة لغاية ما أمرت أخونا ده الداعية ده أجهضت، عرفته؟ وهذا ليس بجديد، الكلام ده ما جديد، الكلام ده من بدري، ضرب داعية التوحيد وأذيته إذا عجزوا عن مقارعة الحجة ده ما كلام جديد. أمسك من زمان نوح عليه السلام، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. إبراهيم عليه السلام أبو قال لي قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا أبدا يعني. وأنا ما عارف العلاقة بين الحجار والمشركين شنو، يعني بتلقى طوالي في علاقة قوية جدا بين الحجار والمشركين، وده يدل على بطلان هذه المناهج التي ما وجد أصحابها حجة قوية يدافعون بها عن باطلهم وعن كذبهم وعن ضلالهم. ما ممكن بتاع الطريقة التجانية يقدر يدافع عن الباطل جابه أحمد التجاني ونقلوا عنه تلامذته في جواهر المعاني وفي الفتح الرباني وفي معارف ليك الدر الخريدة وغير من الكتب الباطلة والتي امتلأت شركا بالله وكفرا به سبحانه وتعالى. في كتاب جواهر المعاني عندهم صلاة الفاتح التي يدعون ويزعمون فيها أنها أفضل من القرآن بستة آلاف مرة. أحمد التجاني رقد أكل له مصيبة الزمان، قال جاني النبي عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناما وأعطاني صلاة الفاتح فسألته عن فضلها فقال لي في المرة الأولى أنها تعدل قراءة القرآن ست مرات. قال بعد ذاك تاني النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أنها تعدل كل ذكر صغير وكبير وكل تسبيح وقع في الكون ومن القرآن ست آلاف مرة. دي يقدر يدافع عنها كيف التجانية؟ يقدر يدافع كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لأنه ده كلام الخالق، كلام رب العالمين، ما ممكن تجعل لي كلام بشر أحمد التجاني ولا غيره يساوي كلامه كلام الخالق الباري تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل قوله كله حق والقرآن كله حق وتم القرآن بالحق. ربنا قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فده العبارة عن ناس بيهدموا في دين النبي عليه الصلاة والسلام وينخروا هذا الإسلام من قواعده حتى يقع ويبطل دين الإسلام شاءوا أم أبوا.
الطريقة دي. يا أخ أحمد التجاني عنده كتاب كده أسئلة وأجوبة، فهمت؟ بيقول فوقه إنه من فضائل الطريقة التجانية إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له أصحابك كأصحابي. أصحاب أحمد التجاني زي قال صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ما أعرف ده كان شغال مع الدجال ولا الدجال ترس منه. المهم أن ربنا سبحانه وتعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ده أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه كنا 17,000 17,000 ربنا رضى عنهم تحت الشجرة وزكى بواطنهم وقال فعلم ما في قلوبهم. ربنا علم ما في قلوبهم من الخير ومن الصدق ومن الإخلاص ومن محبة الإسلام والدين، فربنا سبحانه وتعالى رضى عنهم. تعال شوف أتباع أحمد التجاني، إبراهيم الكولخ السنغالي ده بيعبدوا عبادة التجانية، يعبدوا عبادة من دون الله. يقول لك أنا كنت مع إبراهيم ملقا بناره، عنده قصيدة نفسي قصيدة التجانية نفسي قصيدة القادرية، وما برئت بلواه إلا بتفلتي. أنا كنت مع يعقوب في عشف عينه وما برئت بلواه إلا بتفلتي. عرفت؟ يقول لك أنا سري سرى في الكون قبل النبوة، قبل النبي عليه الصلاة والسلام يبعثه. إبراهيم الكولخ السنغالي التجاني كان عنده فضل في الكون تع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الطرق الصوفية ديل ما بيقدروا يواجهوا بالأدلة، ما بيقدروا يدافع. تقدر تدافع عن كلام البرعي اللي بيزعم فوقه إنه الكباشي بيدي الذرية، بتقدر تدافع عن الكلام بتاع الخليفة الطيب الجد ولا اسمه منو اللي قال أبونا الشيخ إبراهيم الكباشي ربنا اداه كن فيكون على لسانه، كلام أبو جهل ينكره كما حكى القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال أسأل يا محمد عليه الصلاة والسلام المشركين قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون. ديل ما الصحابة فسيقولون ديل المشركين فسيقولون الله قل أفلا تتقون أو كما قال الله سبحانه وتعالى. دي آيات واضحة جدا. يجيك الصوفية يقول لك حسن واتحسونا ربنا سبحانه وتعالى أداه كن فيكون. ها البرعي مدحه قال حسن سيدي أبكم حسن فوق الكون متحكم. حسن كم ما أعرف ليك فتح متبكم، حسن كم كلم متكمكم. الله يكمكموك جوا جهنم. كمكم بتاع شنو؟ متكمكم لا شنو ذاته انت؟ شوف الكذب والكفر بالله ده كيف ماسك الكون. قال لك في الكون متحكم. الكون ده كأنه روزة، الزول ده يتحكم فوقه عادي. تتحكم انت في الكون؟ طيب معناه ناس داعش ديل جابهم لكم حسن وتحسونه مش هو ماسك الكون؟ معناه داعش ديل جايين من حسن من المسيد بتاع حسن وتحسونه وجبهة النصرة والأمريكان، فهمت؟ وأعداء الإسلام والشيعة كلهم ديل مرقوا من حسن وتحسونه. وكنت انت ماسك الكون، كون بتاع مين؟ والله انت صحن بتاع عصيدة ما تمسكه زي الناس الفكي. ما بتقدر يا زول تقول لي ماسك الكون؟ كون بتاع شنو يمسكوا؟ يمسكوا هؤلاء الدجاجلة الكذبة الفجرة المجرمين، ناس كذابين وناس دجالين. تمشي في كتاب طبقات والضيف الله ده طبعته جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، وطبعا الصوفية زمان ممكن عادي يفتحوا فيك بلاغات وكده، لكن الدعاة ولله الحمد لما بيّنوا التوحيد وجابوا باطل الصوفية من جوا كتبهم بالصفحة والرقم، الصوفية ما لقوا طريقة يفتح بلاغ. تقدر تفتح بلاغ؟
تجي تقول الوهابية هم اللي كتبوا كتاب طبقات والضيف الله، كتبناه ونحن، نحن جبنا الشيخ سلمان الزغرات، ده واحد من من أولياء الصوفية، واحد اسمه إسماعيل صاحب الربابة، تلقاه جوا طبقات والضيف الله، ده قال لك من كراماته واحد فيهم كان بابا كولن، دي شرحها والضيف الله، بتعرف بابا كولن؟ والله ذاته جابوا لنا ألفاظ ماتت زمان، قال بابا كولن وهو الذي يأتي بالمال المراسة، الجماعة اللي بيجيه المريسة ده بجيب لهم الموية. قال الشيخ لقاه في الشارع، قام قال له قال لقى الفقراء جايين في الشارع وكانوا عطشانين، قام الزول ده كان زمان شغال في المريسة، قام جاب لهم موية، قال الفقي قال له أديت مليت الفقراء موية الله يملاك دين، أسي دي دعوة ولا سب دين ده أسي؟ أهو الساكت سلمان الزغرات قال كان عنده ربابة وكان يجمع العرسان في بيته، فهمت؟ قال فيضرب في هذه الربابة ضربة يفيق لها المجنون، لو عندك مجنون تجيه امشي حكمة، أنا ما عارفه ده جعفر السقيد ولا ده شنو ده، كويس؟ قالوا كان بيخدها الربابة في الشمس، بيخدها براها بتشتغل، براها قال بتشتغل، قال وكان يتغزل في بعض النساء، ده صوفي تخيل، ده صوفي قاعد في طبقات والضيف الله، طبعته دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، تقدر تطعن في جامعة الخرطوم؟ تقدر تطعن في الدار السودانية للكتب يا صوفي؟ قال ومن النساء اللاتي قال يتغزل بهن تهجى الجعلية، قال كويس؟ كان بيقول ما أعرف ليك شنو كده، ما أعرف للكسايد وتعجبك في الرقيص، قال ده بيتكلم في مرة، قال تعجبك في الرقيص لا من تهردو يا هنية من حواها وقضى غرضه، قال والله قاعد الكتاب كلام قاعد جوا صالقة صوفية عواليك، فهمت؟ كلام ده قاعد جوا الكتاب ده، قال وإن زوجها، أسمع نهاية الكلام، قال خاف عليها فغنجر بها إلى تقلي، فطوالي غنجر، قال لك شفت غنجر دي ظريفة كيف، غنجر طوالي فات خاف على مرته من الفكدة، وده زول فاهم لأنه لو خلاه مع الفكي والفكي عمل لأي حاجة، الجماعة بقول لك الفكي ده ما بتقدر تهبش، فهمت؟ البلد دي ما الفكي شغالين فوقها، الفكي تلقى بخوف البلد شد إلا من رحم الله، فهمت؟ والله الناس دي كلها تخاف من فكي، زول ممكن تلقاه عنده 7 دبابير تلقاه بيرجف من الفكي، فواحد تلقاه ببروك له، انت بتبرك مالك؟ انا لو عندي شغلتك دي الفكي ده ما كان عدمته لك ان شاء الله في صاج بتاع كسرة كان بعد مولك بدري، لا ما تلاقي زي زول فكي ما عنده حاجة، فهمت؟ فده الشغل اللي بخوفوا به الناس. في كتاب طبقات والضيف الله قال في ترجمة الشيخ دفع الله، قال الاسم ده جاي من قوله تعالى ولولا دفع الله، قال من هنا قال ده اسمه دفع الله، قال وإن درجات الأولياء على 3 صغرى ووسطى وكبرى، فالصغرى أن يمشوا على ظهر الماء وأن يطيروا في الهواء، والوسطى وهي أن ينطق بالمغيبات، الشيخ يتكلم بالغيب وده كذاب، الشيخ كذاب ما بتقدر تنطق بالغيب، لأنه جاء في قصة التيمم سبب نزول آية التيمم، أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وهي زوجه رضي الله عنها، فضع منا عقد، وده غير حادثة الإفك، ضع منا عقد السلسلة يعني، وقعت تحت البعير، فهمت؟ والسفر ده كان فوق النبي عليه الصلاة والسلام، وفوقه أبو بكر الصديق، وفوقه علي بن أبي طالب، وسيد بن حضير، ومجموعة من الصحابة، ديل جد أولياء، بل سادات الأولياء كانوا قاعدين في السفرة دي، فالنبي عليه الصلاة والسلام حبس الناس عشان يفتشوا عقد عائشة رضي الله عنها، عرفتها؟ فبعد شوية جاء وقت الصلاة، وجاء أبو بكر الصديق إلى عائشة رضي الله عنها، قالت فجعل يطعنني على خاصرتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على حجري وهو يقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا هم على ماء وليس معهم ماء، قال ولم يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل عليا ورجلا من الصحابة ما لقوا موية، لما جاء وقت الصلاة نزلت آية التيمم، شوف الكلام ده كيف،
وجاي دفقوا الأولياء جد. لما صلوا جاءوا سيد بن حضير وقال لأبي بكر ولآل أبي بكر: والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما نزل بالمسلمين ما نزل بكم أمر إلا وكان فيه للمسلمين خيرا. بعد ذاك قاموا رحلوا البعير قوموه، قال لقوا العقد تحت، العقد لقوه تحت. القصة دي قاعدة في الصحيحين، تلقاها في التيمم، فهمت؟ القصة دي فوق كبار الأولياء. سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام كان قاعد في السفرة دي. أبو بكر الصديق أفضل رجل في هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، في علي بن أبي طالب وغيره، في عائشة رضي الله عنها ولي من الأولياء، ما عرفوا الغيب. يجيك واحد بتاري ولا واحدة بتاعة ودع ولا واحد تلقاه لام له عروق لام، وبيوهم الناس هاي. في ناس طبعا ساكنين في الخرطوم هنا ما بعرفوا العروق، أو واحد تلقاه كده زول ما بعرف الشغلة دي، وداك تلقاه شفت ساكت مشى لما له ثلاثة عروق، عرق بتاع عقرب الدراويش وضنب الكديس وانطرق طرق. دي عشاش بنعرفها، ده قش بيعرفوا ناس الخلق، فهمت؟ يجي يقلعهم من تحت ويفرشوا لك، انت شوف العرق كده تلقاه ذاته وتحنكوش رجع لورا خايف من القشة دي. يقول له طبعا ده انت لو داير تعرس واحدة ولا في واحدة في الجامعة، شوف الفك المجرم ده ذاته سبب الفساد. والله هناك في الجامعة الأهلية هناك احنا كنا بنشتغل قبل سنوات، الشباب واحد تلقاه شيوعي بيقول لك الله ما في والدين أفيون الشعوب، كافر بالله، بيمشي للصوفي في حمد النيل، تبرق من الأهلية تقطع الصلاة تخش حمد النيل، بيمشي يكتب له حجاب بتاع محبة، فهمت؟ زي ما قال ذاك أملانا محبة ورش نرش، املى لك سحر. وشيوعي تلقاه لابس حجاب عشان شنو؟ عشان في واحدة هنا في الجامعة يغش الناس بعروق يدعي علم الغيب، أو واحد تلقاه رمالي أو غيره من الكذب والعرافين، والناس اللي بيقول نرقد لك الخيرة ترقد لي ليه؟ أنا ما بعرف أرقد وأنا مريض، ترقد أنت ولا أرقد أنا؟ قوم من العنقريب خليني أرقد أنا، كذب ساكت يا زول، ترقد يرقد لك في العنقريب ويقول لك طبعا إن شاء الله بعد 5 سنة بتجيك حاجات، وبعد 3 شهور بتجيك حاجات، وفي عواليك بيتصلوا لك بالتلفون، وكلهم أتبع الصوفية. مرة إحنا قاعدين في قبل كم رمضان دقوا لي واحد جنبي قال له نحن أولاد الشيخ البرعي وشفنا لك الخيرة وتوسمنا فيك الصلاح، وإنت ما شفتني تتوسم كيف؟ إنت بتتوسم بالإحساس ولا شنو؟ فإنت قالوا له طبعا جاياك 9 مليون، وطبعا عشان نجيه لك الشغلة ونعمل كرامة رسل لنا 300 ألف. شوف المجرم ده ياخد 300 ألف دي ترسل لي وشيل الباقي، فهمت؟ 8 مليون و700 أديتك لعافيت لك، رسل 300 انت فكيه بليد، تغوش من انت تغوش لك واحد زيك. ما واحد جابه في الجريدة في الأزهري، كويس؟ الفكي ده الفكي قام غش له واحد مقرش، قال له طبعا انا قال له اشتغلت قال له مع اوباما، فهمت؟ او مع ذاك اللي قبل اوباما، قال له اشتغلت معاه دعوه وخش الاسلام وما اعرف ليك، والزمن ذاك عن عثمان محمد طه كان نائب الرئيس، قال له عن عثمان ان شاء الله حيديك واطوين وكذا، بس ادفع عليه قروش. اكلوا مليارات. بعد ذاك فتح البلاغ ضد الفكي، يا زول ده الناس مجرمين، ما في زول بيعلم الغيب. عشان كذا ربنا قال: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف العقد ولا الصحابة، هل تعلم أنت يا فكي؟ يقول لك نجيب لك الرايحة ويكتبوا للناس في الحجبات ويكتبوا للناس في البخرات، وناس مساكين ماشي لهم وما بتستفيد حاجة من الشيخ، ما بتستفيد شيء. وحتى لو كتب لك السحر الفكي في النهاية ما بتستفيد منه حاجة، لأنه بضرك أنت. ربنا قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فدال ما بيقدر يدافع عن الباطل ده، لا بيقدر إزيرك، لا بيقدر خنجر، لا بيقدر الفاتحة البرعي لا غيره. من أعجب الأشياء واحد من أخواننا شغال في المنطقة الجديدة كهربجي نجيط الله يبارك بتاع عربات، بعدين جاء الفاتحة البرعي
الفاتحة البرعي العربية بتاعته أوباما، طبعا دي كل حقة المساكين، من أين له ذلك؟ شغال شنو؟ فهمت؟ المهم مشى غتسله في محلة كده، قال أنا ما مركت إلا بالقزاز، وبقى قاعد فوق فوق التندة بتاعت العربية، وقام دق تلفون للدراويش لحقوه. شوف الكلام ده، ود البرعي الماسك الخلافة الآن، وبعد ذاك العربية بتاعته إلا جروها وخربت، فهمت؟ قاموا جابوا الخرطوم، أخونا ده قال لي أنا قاعد الجماعة دقوا لي، قال لي يا أخي في أوباما كده وكده تعال صلحها. قال مشيت لقيت الفاتح البرعي دقوا لك ملاريا والحمى متعبة وتعب شديد، وراقد تحت في السيراميك وفاتح له المكيف، وبقى إلا يوصف وصف. وفي ناس تلقاهم مساكين، يا الفاتح البرعي ده مرق بالقزاز يا مسكين، ده مرق بالقزاز حلك فهمت؟ عشان تقعد تباري ناس زي ديل كويس، ما بتقدر تدافع عن الباطل بتاع ديل، ما بتقدر تدافع عن الباطل بتاع القادرية، بتاع الطريقة القادرية. في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، نحن بنرجعك لكتب، انت قال هنا قاعدين نحجيك ولا بنقول لك ود نفاش ولا أكان أبويا الشيخ طار، ده من كتب العوالق ديل صوفية، من الكتب بتاعتهم، عشان تعرفهم على حقيقتهم. ما تقول لي والله فتتهم حلوة وفي المولد هناك جابوا لنا زلابية وموية السكر بشطة، انت موهوم في مخك ولا شنو؟ ده ديني يا زول، يا مشيت الجنة يا مشيت النار، تعرف العقيدة بأدلتها، فهمت؟ تعرف العقيدة دي بأدلتها. البليد بتاع الطريقة القادرية، مش أفتح بلاغ برضه، ده قال شنو؟ قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، قال مش الأنواع، الأنواع ذاتها كم هو بيعرفها، يعني بتلقى في نيم وبتلقى في نخيل وبتلقى في مانجا، تلقى في جوافة، تلقى في جزر، تلقى في طماطم، تلقى في لالوب، تلقى في بطيخ كده، مش بيعرف الأنواع دي كم، ده بيعرف لك كم بطيخة في الواطة، وبيعرف لك كم طماطمة في الواطة، وبيعرف لك كم ضريصة في الواطة، وبيعرف لك كم بقدونس، وبيعرف لك أي حاجة خلقها الله من النباتات. قال الشيخ حافظ كم الفكي، قال حافظ كم، والله أنا لو ماسك البلد دي، لو ماسك البلد دي بس أمشي أودي مشروع، امشي يحسب لي العيش بس، والله الشيخ ما تحسب العيش، والله ما تأكل لما تموت، قال لو ماسك البلد دي. شوف الكذب ده كيف، قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، فهمت؟ الرمل بتاع الواطة ده قال عارفه كم، قال وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. اتفضل اتفضل، عرفتها؟ فقال بيعلم موج البحر، الموج ده لما تقوم وتقع، قال ده برضو الشيخ حاسبه. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ربنا قال لك الصفق بتاع الشجر ربنا سبحانه وتعالى حافظه، ويعلم أعداده ويعلم حاله، والصفقة دي مما تقع من الشجرة لغاية ما حصلت الواطاء اتقلبت كم قلبة ربنا حاسبة وكاتبة. شوف 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 علم الله سبحانه وتعالى ده كيف، فهمت؟ قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة، أي حبة أي حبة في الأرض ربنا سبحانه وتعالى يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب، ده ما رطب، ده ما رطب، ده ربنا عارف عالمه، ربنا عالمه، ولا يابس، ربنا قال إلا في كتاب مبين، بتكشح موية تبقى الواطة مرطبة، ده ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. تي تقول لي فكي، فكي بتضربه ملاريا تلقاه ويقنت، فهمت؟ وممكن تلقى الفكي كبر، بقى الله يكرمك يوسخ فيه لباسه، يجي يقول لك نادوه، تنادي له شنو يا زول الله يهديك، أسي ما شفت أزرق طيبة ده جي عامل كيف؟ جي عامل كيف مفلفل شعيرات وعامل زي أبو عروف، ما فاهم أي حاجة أنت، تعلم غيب أنت؟
في ناس ماشي له جارين للفكي والله أبونا الشيخ وأبونا الشيخ يعمل لنا والمرع عيانا وأزرق طيبة مرقوا في أوروبا لا رويال كير نفعت معاو لا مصر نفعت معاو لا السعودية نفعت معاو لا الأردن حلته فات مش هلية بلاد الكفر دي فهمت؟ عشان تعرف وتتأكد وتعلم إنه البشر ديل ما عندهم لك حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم عباد زيك يصيبه المرض ويصيبه النعاس ويصيبه الظمأ ويصيبه الجوع وتصيبه الآفات فهمت؟ ويموت في نهايته حيموت يخلي الدنيا دي تمسك لك في بني آدم زي ده وتخلي رب العالمين الخلقك وخلقه وربنا المالك أي حاجة وبيده أي حاجة. ولذلك يا أخواننا التصوف ما عنده حجة ما عنده حجة وربنا سبحانه وتعالى ما جعل لمشرك حجة. ربنا قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لكن إما يستغل الناس الجهال أو يجيبوا لك أئمة بتاع ضلال يمشوا لهم زي ما فعلوا أنصار السنة مشوا لبتاع الكباش فهمت؟ غرروا بكثير من الجهال يقول لك شايف ده كبير بتاع أنصار السنة مشوا رقصوا مع أبونا الشيخ وأبونا الشيخ ذاته باسوا له يده قدام بتاع أنصار السنة لو كان غلط كان قال له وكان فرتق وفات قدامه ده ذاته ممكن يبوس لو قالوا له من أجل الوحدة وكده وغشوا الجبهجية وذاته ممكن يبوس يد الكباش. أنت قال لك بعيد عليه ده الدلوك ده ده ما فاهم أي حاجة مجرم وضال ومبتدع فهمت؟ أنصار السنة ضيعوا العقيدة ضيعوا العقيدة بدل ما يتكلموا في التوحيد ويبينوا الحق للناس. أفتح إذاعاتهم دي بالليل والنهار شغالة ما شغالة في التوحيد ولا في العقيدة ما يتكلمون في حق الله ولا يأخذون بالأولوية في الدعوة كما نص على ذلك القرآن والسنة وكلام أهل العلم ما يأخذ به ولا يبين للناس التوحيد ولا يبين للناس الشرك والباطل والضلال وإنما تجد عندهم الانحراف والغش على الأمة والتدليس والتلبيس والبرامج الفارغة التي لا فائدة يرجوها المجتمع ولا جديد يقدمونه للمجتمع. انت المجتمع ده المفروض تقدم له شيء يميزك الكلام عن الأخلاق والكلام عن فضائل الأعمال ده بيتكلم فوق الأخ المسلم وبيتكلم فوق الصوفي وبيتكلم فوق السروري كلهم بيتكلموا عن فضائل الأعمال وفضائل الأخلاق. لكن انت بيميزك كإنسان سلفي انك بتبين للناس العقيدة لكن تتكلم عن الناس تتكلم للناس في فضائل الأعمال وفضائل الأخلاق ما في إنسان بيختلف معك. بل قد تجد النصراني ذاته يقول لك يا سلام أطعم الطعام ممكن تلقاه معلق لك حديث كافر وتلقاه معلق حديث فهمت؟ وحلقة كاملة تتكلم عن إنه البطن دي مفروض ما تملاه يا زول لو بقى موحد إن شاء الله يعمل لها روزيف ذاته فهمت؟ وحد الله وحد ربنا سبحانه وتعالى كويس؟ وحلقة كاملة تلقاه بتتكلم فهمت عن الخضروات والكوليرا حلقة كاملة عن الكوليرا فهمت؟ أنا ما بعرف الأكل الكعب من الشين أنا ما بشوف بتاع المطعم النظيف من الماء نظيف يا زول ده ما موضوعنا هوي هوي ما تغشوا لنا ولا يتكلم لك عن الدعايات البئرة الارتوازية الأرغام تحت الشاشة وطيب التوحيد وين؟ تحت الشاشة فوق الشاشة بعد الشاشة وين التوحيد؟ بينوا التوحيد ده الشاشة دي جابوها لكم ليه؟ زمانا صار السنة ليل تسمعهم ونحن والله يجيبونا ونفعل وما عملت أي حاجة تعمل شنو؟ ما عملت أي حاجة. ولذلك يا أخواننا شوف العقيدة دي العقيدة دي تنبني عليها جميع العبادات وجميع الأعمال وبها يكون صلاح العمل. ولذلك التركيز دائما يكون على العقيدة العقيدة خاصة مع انتشار أهل الباطل من الصوفية وغيره في أي بلد وفي أي محلة تلقى الصوفية ماشين يخربوا للناس في عقائدهم. واحد عجوز شمطاء أكبر من اللواري الهوستين اسمه حامد بابكر زول قديم جدا فهمت؟ والله تلقى الشمبر بتاعه ذاته خفة قديم جدا فهمت؟ زول ده بس ماشي الحلال دي حلة يمشي ينشر لهم في الشرك ونادي غير الله والحجبات ويبيع لهم في الحجبات وغير الله بيعلم الغيب ويتكلم لهم في الكذب والباطل وينشر الشرك بين المسلمين. ولذلك الواجب على الدعاة
إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعلموا العلم وينشروا هذا التوحيد. تنشر وتشيل معاك الكتب بتاعت الصوفية، داعية تكون الشغلة بتاعتك جاهزة، تكون جاهز ومستعد. الكتاب بتاع عليك سلام مني بتاع البرعي تبرقه طوالي. يقول لك يا أخي الصوفية ديل ما فيهم غلو. تقول لي صفحة 22 البرعي قال في كتاب ليك سلام مني: روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك. رأيك في الكلام ده شنو؟ قال روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك. الصفحة 41 البرعي قال له: سلم يا ولد يا هو القلب البيت ولد، ومشى شرحها، قال في فكي قلب بيت ولد ومسحها، وفي تمثيلية كبيرة جدا وكذاب ما بتقدر تغيرها. ربنا قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، لا شيخك لا غيره. فهمت؟ البرعي يجي يقول لك الأولياء إذا ناديتهم في الشدائد بينفعوك. نادي أبو العباس بناديه، سيدي ساكن فاس بناديه. فهمت؟ بناديه يعني بالرجالة، بتناديه أنت مشرك بالله سبحانه وتعالى، كافر لا علاقة لك بالإسلام والمسلمين. بيجي الصوفية ناس الخنجر وغيرهم بيجي يقول لك: دل نزلوا فينا آيات المشركين، وانت دارنا نزل فيك آيات مؤمنين، انت فعائلك دي حقت مؤمن. نرجع للقرآن نشوف البناء دي غير الله ده ننزل فيه يا توايا. ربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نشوف الزول اللي بيقول الأولياء بيعلموا الغيب، قوماك نزاور. الأولياء الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده ننزل فيه آيات المؤمنين. زول بيقول: ألا يا رجال الغيب، ده البرعي في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة، قال: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم. قال الحماية والحاجات دي كلها جاية من الأولياء. فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم، بتسأل ويستنكر، وأنتم حمايتي، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم. قال: الأمر كل حقكم أنتم يا الفكية ويا الشيوخ. وربنا سبحانه وتعالى قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وربنا قال: يقولون هل لنا من الأمر من شيء. وديل المنافقين ربنا ذمهم ومش قالوا الأمر حقنا، بتسألوا هل لنا من الأمر شيء. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وما قالوا الأمر عندنا، قالوا يا ريت يكون الأمر عندنا. ربنا ذمهم وقال لهم: قل إن الأمر كله لله. ربنا ذمهم. ده يجي يقول لك الأمر كل ما عند الله، الأمر كل عند الفقهاء، وأنكم تشاءون ما قد شاء ولله دركم. قال كمان مشيئتكم أنتم زي مشيئة الله. الله داير يخلق، الأولياء برضو بيخلقوا. الله داير يرزق، الأولياء برضو بيرزقوا. الله داير يحيي ميت، الأولياء برضو بيحيوا الأموات، زي ما جاء في كتاب عبد المحمود نور الدائم المسمى بأزاهير الرياض. قال أحمد الطيب البشير، أحمد الطيب البشير قال جاء واحد وبرضو ذكر له واحدة تانية في كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية. قال في واحد درويش شغال معه ذكر جد، شغال مع أحمد الطيب أو مع واحد من الصوفية، وقال شغال ذكر تقيل. بعدين الفقيه يوم قال له: يا بني ما لي أراك كثير العبادة ناقص الدرجة. قال: يا الحوار المبروك. قال: انت ما شاء الله النوبة بتشيل 6 ساعات، فهمت، في كتفك ده، فهمت، وبتدق النوبة دق شديد جدا، وبتلف زي القرقور، وبتجي واقع في الوط، ولبسك كله مرقع، فهمت، وبتشيل الليل وشايل لك سبحة طويلة، فهمت، وبتقول يا دايم بكراع واحدة، وبتغمد عينك الشمال، وبتوقف اضنينك بالخلف وكده، الحاصل عليك شنو. وبعد قال له: درجتك ناقصة. قام قال له بعد التعب ده، بعد قال له: درجتك ناقصة. قال له: لعل أباك مات وهو غير راض عنك.
قال يمكن أبوك مات وهو ما راضي عنك، فهمت؟ لكن يا أخواننا الصوفية عبارة عن وثنية، دار ترجعك لعبادة العباد. ونحن ربنا أمرنا إنه نعبد براو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ورسالة الإسلام كما قال الصحابي الجليل ربعي بن عامر للفرس، قال لهم نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أسي الصوفية ما بتلقى فيها عدل، تلقى فيها رتب، ده مقدم وده أبوك الشيخ وده الحوار وده الماسك العصيدة، 12 سنة تلقى بلغ في العصيدة، شغلته بس عصيدة بس ما بيتقدم، تقول له ده رقيه مقدم، يقول لك لا ديل طبعا الأعلى العصيدة، يقول لك ديل بس ماسكين العصيدة بس، ده تخصص عصيدة. وفي واحد بيكون ماسك الكاشير برا للفكي النسوان ده ماسكن، وفي واحد ماسك المقدمية يرقص في الجماعة تلقاه محزم وداك مصدق انه مقدم. يا زول انت 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 زول مربط ساي، يا زول انت الزمزمية احسن منك، مربط ساكت انت، راسك ده فاضي ساكت. واما انت اذا ما بقيت مع تبع الشيخ، اذا اسئل الليلة لو ما بقى اسمك فلان ودعلان المرغني، بتبقى خليفة للختمية؟ ما بتبقى. لو ما بقى اسمك فلان فلان البرعي، تبقى في الزريبة هنا خليفة؟ ما بتبقى. لو ما بقى اسمك فلان فلان الكباشي، بتبقى هنا خليفة؟ ما بتبقى. لو ما بقى اسمك فلان فلان دفع الله المصوبا، بتبقى هناك مع القادرية؟ لو ما بقى اسمك فلان فلان ود المرين، بتبقى في الهلالية خليفة؟ لو ما بقى اسمك فلان فلان التجاني، تبقى خليفة للتجانية؟ لو ما بقى اسمك فلان ابن فلان الجعلي، بتبقى لبتعين كدباس خليفة؟ ما بتبقى. فرقوا الأمة، وديل أشراف وديل صعاليك وديل ناس عرب وديل ناس عجم، يا زول نحن مسلمين بس. ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ورؤساء الطرق ديل كلهم من غير استثناء عبارة عن مجموعة من الطواغيط ودعاة الشرك والباطل والضلال، وديل أسوأ الناس في المجتمع، أسوأ ناس الشيوخ بتاعنا الطرق ديل، فهمت؟ ولذلك نحن رسالتنا للمجتمع السوداني إنه يا ناس نحن ما دارين منكم تسجلوا معانا، ولا نازلين انتخابات، ولا دارين من الناس أجر، ولا دارين من الناس مساعدة، ولا دارين من الناس يبنوا لنا بيت، ولا دارين من الناس أمر من الأمور الدنيوية، وإنما دارين نربط الناس بالله سبحانه وتعالى، وأن تكون حوائجهم مرفوعة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفلحوا بذلك في الدنيا والآخرة. وأما إذا لم يرضوا بذلك وتفرقوا وصاروا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، ده الصوفية تجانية وقادرية وختمية وكزنزانية، فهمت؟ وده البيجان صار سنة، وده البيجاي جمعية، وده البيجاي كيزان وأخوان مسلمين وجبهجية، وده البيجاي ما أعرف ليك بلاغاتية، وده البيجاي حزب أمة، ده تفرق، فرقوا الأمة وأضعفوا الأمة. وربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. أي جماعة قاعدة في السودان ولا برا السودان ما تحضر لهم ولا تقعد معهم ولا تمشي معهم ولا تعرفهم ولا بتستفيد منهم حاجة، خليك مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع كتاب الله عز وجل، ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام تفلح وتنجح. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، بارك الله فيكم.